جدي أنا خايفة ما يطلع بإيدي أعمل هالدعاية. طبعاً بيطلع بإيدك بنتي، شو فيها؟ ليش لبستوها فستان فرايحي يا خانم؟ عفواً لمين؟ يعني فستان فتون أحلى من فستاني وفي روح أكتر. أنا ليش لبستوني أسود؟ أنا بميتم؟ يعني رح أقرأ الفاتحة بهاي الدعاية ومالي خبر؟ مديحة خانم، الاتياب جماعة الدعاية بيختاروهن، العميل بيعجبون الاتياب وبيعطي أوكي عليهم. يعني إذا هن شافوا الأنساب أنا ما فيني ساعدك بشي. يا الله أنا رح أنجلد من انفصامات هالمخلوق، رح تجنني. عم تحكي معي؟ لا أبداً أنا لا أبداً، عم بقول كل شيء منيح. شو هاليوم الحلو بياخد العقل. إيه برافو عليكي. إيه وأنا كمان. هذا هو. وأنا كمان. وأنا كمان. تفضلوا يا جماعة كل مين مكانه. عمو لو سمحت تفضل لعندي، ما تضل واقف عندك، بدنا نبلش شغل. أنا رايح. عفوا هو مانو عمو أولا، جده، بعدين هو واقف ببيته، يعني بيقدر يوقف وين ما بده. تمام تمام يا روحي، تمام تمام، خلص روقي روقي، ركزي بشغلك. خلص فتون اهدي، انتي ركزي بالدعاية تبعك، حياتي عادية أكتر من مرة، يلا ركزي. موفقين. هاي مرتو لجان تكين؟ ايه هاي مرتو لجان. بس ما رح تعبي اللقطات، نعم كتير. ايه حطوا له شيء توقف عليه. العمى شوها؟ ليش جابوا لي اياهم لإلي بالذات؟ فتون خانم، ممكن توقفي مع تحكي؟ ليش؟ فتون، هدول كرمال نزيد من طولك شوي، نحن دائما هيك بنعمل بالمسلسلات، وكرمال هيك تفضلي. اطلعي لو سمحتي. يا جماعة، إذا بدكن ياها تصير من طولي بدكن شي 10 كمان. حضرتك ما تتدخلي. حطوا لك كمان يا ابني. يا الله لشو هدول؟ هلأ العالم بيشوفون وبيضحكوا علي. فتون خانم، نحن رح نحل هالقصة، أنت ما تحطي بالك ماشي؟